와, 이렇게 요즘에 다르게 들려서. 얼마나 올라와요? 야. 하라, 샤흐바르콤. 하라, 샤흐바르콤. بدي اليوم بيكون مشاهد المدرسة طلبتوه منا وايد. قبل ما نبدأ لا تنسوا لايك شير سبسكرايب وضغطوا على جرس التنبيه عشان نوصلكم كل شيء جديد. ضيفوا انستغرامنا. يلا نبدا. اوكي راح نبدا اول مشتريات. احلى شيء صراحه احنا نحمس المدرسه كان مشاهد المدرسه. راح نبدا هالاقلام. متحمسه على هالاقلام؟ يلا جبنا اشياء مالحه وكيوت راح نفتحها. غريبه هالاقلام العجيبة. شوف كيف شكلها رينبو. الله شكله حلو وايد. نشوفه. الله الله في الجلتر. شوف واو شكلها عجيب. شوفي تدري هالشكل تخيلي. هكذا في عدة الوان احمر واصفر واخضر ووردي وازرق. طيب حبيت السكيت جبت هالبراية على شكل ضفدع. ما برينا لها القلم مسكر عيونه. لو برينا يفتح عيونه. شوف اكو. يلا نفتحه. اذا تبرى بيفتح عيونه. القلم برا فتح عيونه. رأينا شوف شغل عيونه الحين مفتوحة. رأيك من جديا؟ أوه ما قاعد لسه كانت شباب. يعني خبرش متى القلم يتبرى. يعني ستوب توقفي. فكرة حلوة. نضيف بعض صبورة. صبورة وردية. لما كنت صغيرة كنت أموت على شيء اسمه صبورات. مع قلم مغناطيس وقلم وتكتب فيه. يبنى معقم. معقم خلنا نكتب فيه لما يبي صح؟ خلنا نشم ريحته. ريحة تشميه. يقول ريحة صبح. ريحة صبح. الله ريحته جنة. معقم ضروري يعني تمسح الطاولة أو تمسح إيدها. فلازم يكون معاها. وجدت معي معقم ثاني. هاي معقم شبكة على شكل شوز. ها أقلام صبورة. هاي صبورة. جبت ستيكر نوت. جبت لانش بوكس على شكل أميرات. أوكي شبكة. تعالي كم شبكة هني تبي فتحة. خلي في الشوكة الملعقة. هي عشان ما نحط هنا معلقة الطبصة. عندنا مكان مخصص. رصاص. جبت أقلام رصاص. جبنا قلم ياباني. أشوفك. الله هلا. شي. سكيت. شي. كيف؟ ها بعد نفسه. عشان البومة. فوق كوشك أنا؟ ده شعر كوشة لون وردي وأسود. جبت قلم على شكل مصاصة. لو قلت أظهر مصاصة حقيقية وأقول كل ها ما كلام صح. هاي براية مساحة نفتحها. من هني براية. أوكي. من هني مساحة عشان يعني تبقى براية ومساحة في نفس الوقت تستخدمهم مع بعض. أحسن أحسه. براية بري هني مساحة. جبت أحلى شيء. شوف واو كأنه أكل حقيقي. بسكوت قاعد أكل جنن. وكريب وكيك شوكولاتة وجلي. خلنا فتحها نشوف. واو هني موز وفراولة وكريمة. شكل كريم. الله صح سكيد أكل شجة حياتي كأنه حقيقي. ثاني على شكل كيكة. شكل جلي جنة فوق فراولة صغيرة كأنه حقيقي. ها أحلى شيء في العالم. يفو على شكل أرنب. سندويش على شكل أرنب. أكل شجة صراحة سكيد. كيكة شوكولاتة
واللي في فوق فراولة هني مكتوب happy birthday. هي happy birthday. جبت ماركر في له شيء حلو إنه أبدا الأغطية ما تضيع تلزقها هني في الأغطية. ها أنت تعرفوا سوينا كل يوم في ماركر وجبنا هذا أكتب فيه اسمي استكرات ميني ماس جبنا استكرات ميني ماس سكيت أكتب اسمها استكرار شكل هارت زي أي شيء. أجيب صمغ أوكي ضروري ومقص بيض مسطرة هاللي يحط فيه الأقلام هني لسه قلم خشبية ألوان هاي قلم خشبية ألوان هاي مقلمة وجبنا ملف جبنا ملف أوراق أوراق شفافة في 20 حبة ومطارة أكثر مطارة يعني تحمسش تشرب ماي في جليتر داخل العلبة إذا شربت ماي تشرب مع الجليتر وايد كيوت شوفي تحرك الجليتر تحرك الجليتر من داخل بس ما يبين في الكاميرا تحرك الصوصر ومكتوب عليه smile love dream وايد حلو وهاي شنطة اللي اخترتها لأختي وايد حلوة سكيت شو عجبتش؟ بعد عجبتها وبرايكم شو الحلو في هالشنطة؟ اوكي شنطة من ورا هالشكل اوكي وسحاب واللي يعني الكواليتي مالها الكواليتي قوي وزين ما يخترب ما في شيء من ورا يا كي ورا هالشكلها كي سحاب في مخبى سر من ورا تيش اللي فيه دخلت في مخبى حق الشنطة في الظهر عشان ما تتوسخ او يعني الحبل ما يخترب بالعجلات يبقى يعني شنطة نظيفة حلوة هاي تبقيتها الشكل زين سكي صراحة ومرتبة وعنيقة ديزاينة وايد حلو سكيت إذا كني ديزاينة بصبح بالشمس الشمس الجزر وايد حلو أوكي هذا الجيب الأول جيب كيس خل فيه أشياء يلا هني فيه جيب ثاني بعد وحلو الزبر ماله كبير ما يختل يعني قوي أوكي وعليها ضماس سنة كاملة هذا الجيب الثاني جيب كبير خليك بدفاتر من الأفات الجيب الثالث هو أكبر جيب داخل في بعد جيب ثاني بعد ثالث ها حق شو في جيب ثالث سري ها بزيلة شو هالسرية شو هالجيب حق شو صراحة ما عارف وهني جيب كبير حق الماي لبة الماي ها الجيب ياخد لبة الماي التسع حقها لبة كبيرة التسع يعني ضروري تشرب وايد ماي شو كيف حجمها كبير ويناسب وطقم على الشنطة هالسحاب وايد حلو هاللانش بوكس يجي معاه اوكي وبعدين حلو وطقم وياه كم تعطي هالشنطة من 10 شباب؟ 10/10 شكرا وبس هكا في الدقيقة ان شاء الله عجبكم على السلامة باي لا تنسوا لايك شير سبسكرايب اضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد ضيفوا انستغرامنا باي حبكم